مدرب اللي جا الوداد واي مدرب تيجي الوداد فهو تيتحترم قبل كل شيء، ومدرب اللي قدم الوداد وفي نفس الوقت اللي خرج بواحد الطريقه اللي يعني حبيه ما بين الوداد، وكما اشار لها البريزيدون فجميع المدربين اللي تيمشي وتمكن لهم يرجعوا للوداد في اي وقت، يعني وبحكم العلاقه ديالي معاه اللي كانت مده ديال شهر، يعني انا ما كنتش نعرفه قبل غير باش يعرفها الجميع، وكان الرئيس هو اللي قدمني ليه، هو اللي اقترحني ليه. علاقه طيبه مع اللاعبين، وخرجت هذه العلاقه من بعد بقات العلاقه في احسن الاحوال.